لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب الرابع كتاب الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء، وفي بعض النسخ سقطت البسملة، وفيه 80 بابا. والوضوء لغة من الوضاء والنظافة لغة، لكن شرعا هو غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة لتصح صلاته وعبادته. الباب الأول، باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما جاء في الوضوء بضم الواو، هكذا الوضوء اللي هو الفعل ذاته، أما الوضوء بفتح الواو فهو ما يتوضأ به، يعني الماء الذي يتوضأ به اسمه الوضوء بفتح الواو. أما الوضوء فهو الفعل ذاته، قيامك بالفعل نفسه. ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى، يعني دليله من القرآن أولا: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا كنتم نائمين وقمتم من النوم وأردتم الصلاة فلتفعلوا ذلك، فدل على أن النوم حدث من الأحداث، لأن إذا قمتم يعني معناه من النوم كما قال الإمام الشافعي، فكأنه ذكر الحدث هنا وهو زوال العقل بنوم أو سكر أو جنون، دي كلها نواقض للوضوء. والنبي مستثنى في النوم، فالنوم نوم النبي لا ينقض وضوءه. إذا قمتم إلى الصلاة أي تريدون الصلاة فاعملوا إيه؟ فاغسلوا. وطالما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يبقى إيه؟ مضمون هذا هو النية، فأنا بغسل بنية أن أصلي، يبقى هنا دخلت النية، فلا بد أن تنوي أن هذا الغسل لأجل الاستعداد للصلاة، يبقى دي نية الوضوء. وبدأ بالفرائض وذكر الفرائض، والسنة بينت السنن، فعل النبي بين السنن الزائدة على الفرائض، فالآية ذكرت ما لابد منه. فاغسلوا وجوهكم، والغسل هو جريان الماء على العضو. الغسل هو جريان الماء على العضو، سواء بدلك أو بغير دلك، ده اسمه الغسل. فاغسلوا وجوهكم، والوجه هو ما تتم به المواجهة من منابت الشعر أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمتي الأذن عرضا، يبقى كل ده اسمه الوجه، يبقى لابد أن يغسل. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبالتالي يبقى يؤخذ جزء من من النصيب عشان أضمن، وجزء من الأذن عشان أضمن، وأسفل الذقن مع جزء من الرقبة عشان أضمن إن أنا عملت الفرض، لابد إن أنا أخرج على حدوده، لأن حريم الشيء لا حكم هو حريم شكله. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما قالش بقى كم مرة، يبقى المطلوب هو المرة الواحدة، لأن إذا تم الغسل بمرة تم الالتزام بالأمر والقيام بالأمر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بين ولما توضأ مرة قال: هذا وضوء لا تصلح الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين وقال: هذا وضوء يؤتى صاحبه أجره مرتين، ثم توضأ ثلاثا
وقال هذا وضوء وضوء النبيين من قبلي. يبقى الآية لم تذكر إيه؟ تعدد الغسل. فقط يتم الغسل يبقى تم الوضوء. ولو بمرة ولو بمرة. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أيديكم اليد تطلق ويقصد عليها من أطراف الأصابع للإبط. كل دي اسمها اليد. يبقى ما نقول إيده في لغة العرب يعني إيه؟ يعني من أول أطراف أصابعه لحد إبطه. كل دي اسمها الإيد. أما يقول وأيديكم إلى المرافق، حد الحد إلى المرافق، فإلى هنا بمعنى مع، مع المرافق، إلى يعني بمعنى مع، حتى يدخل المرفق بوجوب الغسل. طب وعرفنا منين؟ اللغة تحتمل إن إلى يعني حدها فلا تدخل، من حيث اللغة، مش كده برضو؟ يعني قد تدخل الغاية في المغية ولا تدخل في المغية زي ما بيقول. لما تقول أنا قرأت القرآن إلى سورة مريم، يعني وقفت على مريم. يعني مريم ما دخلتش بالقراءه، مش كده برضه؟ فاحيانا الى لا تدل على المعيه، واحيانا تدل على المعيه، زي من انصاري الى الله يعني مع الله. فهمت ازاي؟ فيبقى الى تاتي في لغه العرب اما الى الغايه او تدل على المعيه، يعني بمعنى مع. طب وعرفنا طالما تحتمل معنيين نقوم نعرف، طب الايه تقصد اي معنى؟ نرجع للسنة. لقينا النبي صلى الله عليه وسلم غسل المرفقين وزاد شوية كمان، يبقى المرفقين دخل. يبقى عرفنا إيه لقينا بمعنى مع. لولا فعل السنة كنا نقول إيه؟ ممكن المرفقين ما يخشوش. من حيث اللغة. ودي أهمية السنة. أن اللغة تحتمل أوجه كثير في المعاني، فتأتي السنة توضح لك أي معنى هو المراد. من حيث العمل. يبقى إلى هنا بمعنى مع، أي مع المرافق. فالمرافق لابد أن توصل مع إيه؟ وعرفنا مع منين؟ إنها بمعنى مع من السنة. لكن من حيث اللغة تحتمل إنها خارجة وتحتمل إنها داخلة. وامسحوا برؤوسكم، ثم المسح بالرؤوس. برؤوسكم، الباء هنا للإلساق ولا للتبعيد ولا لإيه؟ للاستيعاب. كل ده يحتمل. يعني برؤوسكم يعني بكل رؤوسكم ولا ببعض رؤوسكم أو ملصقين أيديكم برؤوسكم. تحتمل ثلاث معاني، والثلاث معاني إيه؟ قالوا المذاهب. بل إمام مالك قال برؤوسكم يعني بكل رؤوسكم. فعنده الرأس لابد أن تستوعب على مذهب الإمام بنص الآية، وجعل الباء هنا إيه؟ برؤوسكم يعني بكل رؤوسكم للاستيعاب. والإمام الشافعي قال الباء للتبعيد، ببعض رؤوسكم، بدليل أن النبي مسح على النصية والعمامة فاكتفى بالبعض. يبقى الباء هنا للتبعيد، ببعض رؤوسكم. وقال أقل بعض الرؤوس يعني ولو ثلاث شعرات محاذية للرأس. ده أقل شيء. الإمام أبو حنيفة عنده الباء للتبعيد وقال أقلها ربع الرأس. يعني اللغة تحتمل معاني كثيرة من حيث التطبيق. أو الباء للإلساق، إنك أنت لابد عند المسح أن تلصق المسح آلة المسح بالممسوح. تحتمل ده وتحتمل. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويجي بعدها أرجلكم منصوبة معطوفة على المغسول اللي هو إيه؟ اللي هو الوجه واليدين. فدل على أن الرجل تغسل ولا تمسح على قراءة الفتح. وأرجلكم يعني واغسلوا أرجلكم، لأنه وامسحوا برؤوسكم مكسورة أهو، وبعدين وأرجلكم يبقى معطوفة مش على الرأس، دي معطوفة على المغسول الوجه واليدين. يبقى معطوفة على مغسول يبقى تغسل. الإمام الشافعي استنبط من هذا على أن الترتيب مراد، لأن الواو العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، يقتضي مطلق الجمع فقط ولا يقتضي الترتيب. إيه قرينة الترتيب في الآية عند الإمام الشافعي؟
إنه هو فصل بين المغسولات بممسوح، فلو لم يكن الترتيب مراد ما فصل الممسوح في وسط المغسولات، بل ذكر المغسولات كلها ثم ذكر الممسوحات. لكن كونه يجيب الممسوح في وسط المغسول يبقى ايه؟ الترتيب مراد. يبقى لان الواو في حد ذاتها لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب. اللي اقتضى الترتيب عند الشافعي ايه؟ فهمه في اللغه، ان في اللغه الفصاحه تقتضي انك انت تذكر الايه؟ الانواع المتشابهه مع بعضها ثم بعد ذلك الانواع الثانيه. فكونه يجيب حاجه ممسوحه في وسط مغسولات يبقى يريد الترتيب. يبقى الترتيب مراد عند الشافعي من الآية، وبالتالي جعل الترتيب ركن من أركان الوضوء. والإمام مالك قال الواو لا تقتدي إلا مطلق الجمع، فالترتيب سنة وليس واجب. ده عند الإمام مالك. في قراءة تانية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، معطوفة على مكسور، على الإيه؟ على الممسوح. يبقى تمسح الايه؟ الرجلين الى الكعبين، اللي هو ايه؟ العظم الناشئ البارز اللي بين القدم والساق، اسمه الكعبين، كل قدم ليها الكعبين. والى هنا برضه بمعنى مع، وعرفنا الى بمعنى مع يعني ايه؟ ان الكعبين داخلين في المطلوب الغسل، زي ما قلنا برضه ايه؟ الى المرافق، يعني مع المرافق هنا، وارجلكم الى الكعبين يعني مع الكعبين. طب وقراءة الكسر وأرجلكم، اللي أراها بالفتح من القراء نافع وكذا ابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب، دول قالوا وأرجلكم بالفتح. باقي القراء وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهي قراءات متواترة كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة قالوا أن قراءة المسح تدل على وأرجلكم، امسحوها ان كانت في الخف، لان النبي كان يمسح في الخف، فهي تظهر ايه؟ مسح الخف. وقراءة الغسل وارجلكم ان كانت بغير خف. الروافض والشيعة خالوا بقراءة ايه؟ الكسر فقط، فعندهم المسح القدم ولو بغير خف هو ده الشرط، بحيث انهم عندهم الغسل لا يصح مع الوضوء، دول الشيعة والروافض، فلا يجوزوا غسل القدم بل يجعلون المسح هو المطلوب، فلو غسل وضوءه باطل، وهذه مجازفة منه، مجازفة من عند الشيعة. يبقى المسح إن كانت بخف والغسل إن كانت بغير خف، والقراءتين واردين أرجلكم وأرجلكم، ويبقى كده خلص الوضوء. خلص الوضوء، يبقى الآية نصت على أركان الوضوء وهي الفرائض، لكن في السنة بقى هنقرأ كيفية، هنقرأ بعد كده كيفية وضوء النبي، زود بعض الأشياء وزود في العدد، فهمت إزاي؟ وجاوز المساحة المطلوبة كمان بالإسباغ. يبقى ايه؟ السنه بينت بعض الايه؟ الافعال الاخرى الزائده، فسمي. يبقى الوضوء له ايه؟ فرائض وله سنن، مش كده برضه؟ ثم ان الواو تقتضي مطلق الجمع ولا تقتضي ايه؟ الفور. الفور يعني ايه؟ يعني الموالاه. لو هي الموالاه كان يقول ايه؟ فاغسلوا وجوهكم فأيديكم، يعني ورا بعض، لكن قال وجوهكم وأيديكم، قد تفيد ايه؟ التراخي وتفيد الفور، فتحتمل كده وتحتمل كده. فالشافعية قالوا أن الموالاة سنة وليست شرطا، والمالكية قالوا الموالاة شرطا والترتيب سنة، عكسه. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، لأن الآية بتقتضي المرة لوحده،
فبين النبي ان الايه بتبين الفرائض فقط، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مره مره، يعني كل عضو يغسل مره، وتوضأ ايضا مرتين وثلاثا ولم يزل على ثلاث، وكره اهل العلم الاسراف فيه، يعني الاسراف فيه اما ان تزيد على الثلاث او ان تجاوز ايه الاعضاء المغسوله المطلوب غسلها، ده اسمه اسراف. طب والاسراف حكمه ايه في الوضوء؟ مكروه. وكره اهل العلم الاسراف فيه وان يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم، والنبي يقول لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري. باب لا تقبل صلاة بغير طهور، دل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، لأن القبول ثمرة الصحة، فإذا كان لا يقبل يبقى غير صحيح. لا تقبل صلاة بغير طهور، وما هي الطهارة؟ الطهارة هو النقاء والنظافة في اللغة، لكن في الشرع لها معنى شرعي، وهي رفع حدث أو إزالة نجس، مش كده؟ رفع حدث أو إزالة نجس أو ما كان على صورتها أو في حكمها. يعني على صورتها، يعني على صورة الطهارة زي في الأسنان الغسالة المسنونة وزي الوضوء المسنون، ما بيرفعش حدث. يبقى تجديد الوضوء ده على صورة الوضوء، لكن في الحقيقة هو ما بيرفعش حدث، عشان كده قال أو على صورتها، عشان يدخل الغسالة المسنونة والوضوء المسنون اللي هو تجديد الوضوء. طب وما في حكمها؟ عشان يدخل التيمم، مش كده برضه؟ ويدخل وضوء دائم الحدث لأنه لا يرفع حدث، يبيح الصلاة فقط. يبقى الطهارة معناها الشرعي ايه؟ رفع حدث او ازالة نجس او ما كان على صورتها او على صورتهما او في حكمهما، ويكون ان كان من ايه؟ من حدث اكبر يكون بالغسل، وان كان من حدث اصغر يكون بالوضوء. لا تقبل صلاة بغير طهور، يبقى عرفنا يعني ايه الطهور. في اسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام البخاري في صحيح الحديث 35 بعد 100، قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. والفساء هو الهواء الذي يخرج من الدبر بغير صوت، والضراط هو الهواء الذي يخرج من الدبر بصوت. فإذا دل على الهواء يبقى ما كان أكثر من الهواء من باب أولى، فهو إيه؟ دله على الأضعف ليبين الأقوى. إيه هو الحدث؟ هو ناقل الوضوء، يعني كل ما ينقل الوضوء أو يستوجب الوضوء يسمى حدث. طب إيه هو تعريف الحدث؟ تعريف الحدث له تعريفات كثيرة، ممكن تقول الحدث هو ناقل الوضوء، تمشي ماشي كويس، لكن علماء الشافعية عرفوه بتعريف لطيف، يقول هو إيه؟ أمر عارض يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة، حيث لا إيه؟ أمر اعتباري، أمر اعتباري، اعتباري يعني إيه؟ يعني ما تشوفوش بحواسك. يبقى هو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، ده تعريف الحدث. فإن كان الحدث أكبر يقوم بكل الأعضاء الجسم، وإن كان حدث أصغر يقوم بأعضاء الوضوء بس.
واضح؟ أمر اعتباري. يعني إيه اعتباري؟ يعني لا تراه بالحس. يعني لما بينتقد وضوءك مثلا، إيديك ما بتسودش ولا وشك بيزرق ولا رجليك بتخضر ولا بيحصل فيها حاجة. فهمت إزاي؟ ده أمر اعتباري. يعني لما تشوف واحد متوضي هو نفسه شكله هو مش متوضي، ولا لما بيطلع ريح بيتغير شكله، عينيه بتحمر وبيطلع شرار من ودانه مثلا أو لونه بيتغير، ما بيحصلش. عشان كده قالوا أمر اعتباري، يعني لا يدركه الحواس. يبقى أمر اعتباري. الأمر الاعتباري ده إيه؟ يقوم بالأعضاء، سواء كانت الأعضاء اللي الجسم كله في الحدث الأكبر أو أعضاء الوضوء بس في الحدث الأصغر. كويس؟ طب لما بيقوم هذا الأمر الاعتباري بالأعضاء بيعمل إيه؟ يمنع من صحة الصلاة، يمنعك من صحة الصلاة، ويمنعك أيضا من مس المصحف ومن الطواف وغير ذلك من الأشياء. حيث لا مرخص، يعني حيث لا، يعني لو في رخصة ممكن تيمم، والتيمم لا يرفع الحدث لأن في رخصة. مش كده؟ ولو في حدث دائم بتتوضأ والحدث مستمر وبتصلي لأنه ما رفعش حدث، يبقى حيث لا مرخص. يعني المرخص من فقد ماء التيمم أو من دوام حدث إيه؟ لدائم الحدث كالمستحاضة ومنبيس ثلاث بول أو انفلاتات. فهمت التعريف؟ يبقى اسمه الحدث. ما هو الحدث؟ هو ناقض الوضوء أو أمر. طب يقول لك وما هو ناقض الوضوء؟ تقول له بقى ما خرج من السبيلين، سواء كان معتادا أو غير معتاد على تفاصيل في المذهب، أو النوم اللي هو الذي فيه إزالة العقل بسكر او نوم او مرض، وكذلك مس الذكر او مس الذكر الفرج، الفرج الايه، مس الفرج سواء كان قبل او دبر بباطن الكهف، وكذا مس المرأة على تعريف المس واختلافه في المذاهب المختلفة. يبقى ايه؟ ممكن تعرف الحدث بايه؟ بانك انت تقول اقسامه. ده بالنسبة للوضوء. طب وبالنسبة للغسل؟ التقاء الختانين اللي هو العلاج، أو نزول المني أو الموت. وبالنسبة للمرأة الحيض والنفاس والولادة. ممكن نعرف الحدث بالطريقة دي، إننا نقول أفراده. وممكن نعرف الحدث بما ينبني عليه، اللي هو الأمر الاعتباري القائم بالأعضاء حيث يمنع من سد صلاح ولا مرخص. يبقى ممكن تعرف بحاجات كتير. سيدنا أبي هريرة هنا عرف الحدث بإيه؟ بأفراده. فقال له ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فسان أو ضراد، إشارة إلى ما خرج من السبيلين. طب وليه ما قالوش الباقي؟ لأن ربما يكون يعلم الباقي، أو أنه أعلمه الباقي قبل ذلك وأراد بعد ذلك أن يبين له أن الهواء له أيضا، الهواء الخارج من السبيلين له حكم ايه؟ الكثيف. يعني الهواء ده لطيف، والكثيف اللي هو الغائط نفسه او البول نفسه، فاراد ان يبين له ان اللطيف له حكم الكثيف، العبره بالخروج. فهمت ازاي؟ ربما يعلم بيعلمه بهذا المعنى. باب فضل الوضوء والغر والغر المحجلون من اثار الوضوء. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع ابي هريره على ظهر المسجد، يعني صعدت. رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. والغر اللي هو إيه؟ البياض اللي في الوجه. يبقى وجوههم هتبقى مضيئة منيرة، دي الغر. بياض في الجبهة الإيه؟ الفرس يسموه فرس أغر، يبقى الغر بياض في الوجه. محجلين يعني
إيه يعني أماكن الوضوء في الذراعين والقدمين أيضا مضيئة، لأن الفرس المحجل هو الذي يقف في بياض وإيه وينظر في بياض، يسموه محجل وبر. يبقى آثار الوضوء دي يوم القيامة، أمة النبي كل من توضأ يجي يوم القيامة ليه ميزة كده وباين في وسط الناس، أماكن الوضوء فيها مضيئة، فنعرف دي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. دليل أن الأمم الأخرى كانت لا تتوضأ، مش متعبدة بالوضوء. يبقى الأمم الأخرى لم تكن متعبدة بالوضوء. الأنبياء بس هم اللي كانوا يتوضأوا، لأن النبي يقول هذا وضوء وضوء النبيين من قبلي، لكن أتباع الأنبياء ما يتوضوش. أمة النبي بقت تعمل اللي كان يعمله الأنبياء، يبقى أمة مكرمة بتعبد ربها كعبادة الأنبياء. لكن باقي الأمم ما كان أنبيائهم بس اللي يتوضوا، لكن هم ما يتوضوش، مش موجه لهم الوضوء. يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يعني معناه زود بقى مواضع إيه بغير إسراف. فكان سيدنا أبو هريرة متوضى يغسل لحد إيه، ولما يجي يغسل رجليه يغسل لحد ركبته، دي إيه بيطول بغير إيه زيادة في الماء بغير إسراف. فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل. يبقى إطالة الغرة معناه مجاوزة موضع الفرد في الغسل، الزيادة على موضع الغسل، الفرد في الغسل دون إسراف. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. يعني لو واحد شك في وضوئه، هل خرج منه ريح او لم يخرج، هل انتقد او لم ينتقد، هل فعل ناقد وهو ناسي ولا ما فعلش، يعني شاكك، نعمل ايه؟ نقول له اليقين لا يزول بالشك، ودي قاعده في مذهب الشافعي، اليقين لا يزول بالشك. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. يستيقن يعني يتأكد. وعن أبي قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يحس كده ان حاجه حصلت حركه في امعائه او حركه عند دبره، فيفتكر كده ان وضوء انتقل. فهمت ازاي؟ يعني يخيل اليه حاجه. فقال لا ينفتل او لا ينصرف، ينفتل بمعنى ينصرف. قال لا ينفتل او لا ينصرف يعني من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، يعني يتيقن. يبقى المقصود هنا ايه؟ انه يتيقن. باب التخفيف في الوضوء. يعني ايه انك انت ممكن تتوضا وضوء خفيف؟ يعني ايه تستعمل ميه قليله وتقلل عدد التكرار، ده اسمه وضوء خفيف لما تكون مستعجل، ضاق الوقت مثلا او قل الماء، ضاق الوقت او قل الماء يبقى توضا وضوء خفيف عشان ايه ما اخدش كل الميه، ولو ضاق الوقت علشان الحق ادراك ان انا اصلي ركعه قبل ان يخرج الوقت. يبقى الوضوء الخفيف له وقته اللي هو ايه؟ اذا قل الماء او ضاق الوقت او لادراك الجماعه باب التخفيف في الوضوء. وعنه به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نام حتى نفخ ثم صلى. نام حتى نفخ يعني استغرق في النوم، نوم عميق. ثم صلى
وده خاص بالنبي، ان نوم لا ينقض وضوء النبي على اي وضع نام. واضح؟ قال: الضجع نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال الضجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة. وسبق هذا الحديث في الأبواب السابقة، لكن هو جايبه هنا علشان يبين الوضوء الخفيف. قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق. والشن المعلق قربة قديمة، قربة قديمة يعني ايه؟ القربة عبارة عن إناء من جلد مدبوغ يوضع فيه الماء ويعلق. إذا كانت قديمة سموها شن. فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلده، وقام يصلي. فتوضأت نحوا مما توضأ، يبقى وضوء خفيف لأنها صلاة نافلة وفي الليل، وإيه، ويريد إنه لا يستهلك كل الماء اللي عنده علشان لما يجي الفجر يلاقي له وضوء يتوضأ ليه للفجر، وعشان اهل البيت لما يقوموا يلاقوا لهم ميه. ما كانوش زي زمان بيفتح الحنفيه يلاقي ميه، لا ده كانوا يملوا الميه ويبقى يجمعوه. فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه. كان صغير في السن وفي الفقه سيدنا عبد الله بن عباس، فوقف عن يسار النبي، فالنبي ايه حوله عن يمينه. دل على ان اذا صليت مأموما مع امام وانت كنت واحدا عليك ان تقف بجوار الامام عن يمينه. ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم اتاه المنادي فآذنه بالصلاه فقام معه الى الصلاه فصلى ولم يتوضأ، لخصوصيته صلى الله عليه وسلم بأن النوم لا ينقض وضوء. قلنا لعمر: إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر: سمعت عبيدة بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبح. يعني بيبين لهم طالما إن رؤيا الأنبياء وحي يبقى قلبهم يقظ، لأن القلب محل إيه؟ الوحي. وطالما قلبه يقظ يبقى مدرك لحواسه، يعني ضابط لايه؟ لمخارج جسمه، فيعرف على طول يدرك اذا كان خرج منه ريح ولا ما خرجش. باب اسباغ الوضوء. وقال ابن عمر: اسباغ الوضوء الانقاء. الانقاء يعني المبالغه في ايه؟ في الغسل دون اسراف. والمبالغه في الغسل من حيث ايه؟ مساحة المغسول فتزود عن الفرد، ومن حيث التكرار وهو التسليس. وعنه أبي قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. يبقى ده بيتكلم في حجة الوداع بقى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة في اتجاه ايه؟ المزدلفة، ودفع بعد غروب الشمس حتى إذا كان بالشعب. الشعب اللي هو ايه؟ الوادي اللي بين عرفة وبين المزدلفة. حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، يعني وضوء سريع لأنه لسه قدامه مشوار. فقلت: الصلاة يا رسول الله. ما كانوا يصلوا المغرب. فقلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. أمامك يعني بمزدلفة لسه. فقال: الصلاة أمامك، لأن احنا هنجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير في إيه؟ إذا أفضنا من عرفات إلى مزدلفة.
فقال الصلاة أمامك فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما. دل على أن في جمع التأخير الموالاة سنة وليست واجب، لأن لما جمع المغرب جمع التأخير صلى المغرب الأول وبعدين إيه نزلوا الحمولات بتاعتهم وعملوا الخيم بتاعتهم وبعدين صلوا العشاء بعد كده، ما ولاش، لكن ما صلاش بينهم صلاة. يبقى الموالاة في جمع التأخير سنة وليست شرطا، بخلاف جمع التقديم يشترط الموالاة ويشترط الترتيب ويشترط نية الجمع في الأول، ثلاث شروط في إيه في جمع التقديم. إنما جمع التأخير شرط واحد بس في جمع التأخير، وهو نية إيه الصلاة في وقت الأولى بتأخيرها، يعني إن أنا أنوي في المغرب قبل ما يجي وقت العشاء إن أنا هصليها مع العشاء بس، ده اللي بعد كده بقى لا يشترط ترتيبا ولا موالاة، ده في جمع التأخير. عشان كده بيقول هنا في الآية في الحديث بيقول إيه، لما وصل مزدلفة قال نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة اللي هي صلاة المغرب، وكانت صلاة المغرب هنا في وقت العشاء، دل على أنها كانت جمع تأخير، فصلى المغرب وبعدين عمل إيه؟ ولا العشاء بعدها على طول، لا، ثم أناخ، يعني إيه؟ جعل ايه الركوبات بتاعته تبرك على الارض، يعني ترتاح عشان ياخد ايه متاعه. ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله، يعني في مكان اقامته في مزدلفه، ثم اقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما، دل على انه لم يكن هناك موالاه لانها ليست شرطا، فان فعلها فلا باس. ونقف على باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.